انطلقت حملة فينا خير على قناة البحرين الدولية، وذلك استجابة لطلب العديد من المقيمين في مملكة البحرين من الجاليات الأجنبية ورغبتهم الصادقة في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والمشاركة في الحملة الوطنية فينا خير التي تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة لفتح الباب أمام كافة الجاليات المقيمة في مملكة البحرين من الأفراد والمؤسسات والشركات للتبرعات المالية ضمن الحملة، حيث تم الاتفاق على تنظيم حملة بالتعاون مع تلفزيون البحرين وقناة البحرين الدولية لتلقي مساهمة الراغبين في المساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا اليوم الجمعة ابتداء من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 مساء.